رمي حي رمي حي على المتظاهرين الآن رمي حي على المتظاهرين والقوات الشعب. الآن رمي حي من قبل قوات الشغب على المتظاهرين. طفيه. الآن رمي مباشر من قبل قوات الشغب على المتظاهرين. الآن قوات الشغب ترمي رمي حي مباشر على المتظاهرين. الآن رمي مباشر من قبل قوات الشغب على المتظاهرين. رمي حي على المتظاهرين. الآن رمي حي من قبل قوات الشغب على المتظاهرين. رمي حي بالرصاص الحي على المتظاهرين.
خبز خبز اعطيهم خبز. يا ولد يا ولد. ها جيب جيب. هاك هاك انزل انزل. هاك يا ولد هاك يا ولد. اوكي يا ولد يا ولد يا ولد. لا لا يا امي. لا شمري لا شمري الماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اشكرك حجينا، بارك الله بكم على جهودكم بهنا بساحه التظاهر الصاغمي، يعني بامر القائد. هذول الشهداء بذنب من؟ بذنبه، بذنب ذولا ذيوله، بذنب من؟ بس اذا اعرف بذنب من، يعني ثلاثه شهداء زين بالمطاب بالمسيل الدموع بهو هاي طلقات، هاي اعراميهم يقول لك خلب خلب ذن خلب زين كفيلك العباس. هذول شوف هاي الشباب اكثر من الف، ما حد دخل فيهم شقق ضايع ليه الف، ما وصل بتاكسي البيت ما وصل زين، راح ما على واديكم يعني شوفونا صوره حل زين. واشكركم وبارك الله بكم، والله كريم ان شاء الله، الله فوق الظالم. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض وجعلهم الوارثين. ها هي مدينه الكوت خرجت بشيبها وشبابها ولكن في قلب حصره، اليس في الكوت اناس يدعون انهم يلبسون العقال العربي وجالسين في البيوت وعلى شاشات تلفزيون وابنائهم تذبح فيا للعار؟ اقول لهم نزع عقلكم ولا تقعدون بالدواوين، واللي عند نسوانكم خلوا على قصصكم. اما اصحاب من يدعون انهم وكلاء للمرجعيات والمراجع في مدينه الكوت، اصحاب الخيره والكشافين واللي قال المرجع وقال الامام علي والرواديد والخطباء والمعممين، احسن لكم ونزعوها لان الحسين يفشلكم ويطيح حظكم، وهاي ولدكم تقاتل وهاي نسوانكم يا الذيوله لعنت الله عليكم وعلى ايران وعلى الخميني وعلى الخامني وعلى قيس الخزعلي وعلى خان القضيه، ويعيش العراق ويعيش الوطن. وانا بشبته هاي معهم لاخر الموت. الشهداء التحقوا خمسه يرحمهم الله الجرحى في المستشفيات، لكن الان محتاجين اهل الغيره اللي هم مدراء دوائر ويا يقعد لابس قاطه ورباطه ويجي بساحه التظاهر يجي يتفاوض على شبابنا النايمه بالسجن. فاذا الكوت خلت من الغيره
احنا الشباب متبرين من مدينه الكوت، عندنا بس ساحه التظاهرات. اما يا شيوخنا ومعممينا واهل الخيره والجوامع، الان اجي لكم نداء، هاي ساعتكم والله بعد ما نسلم عليكم ولا نقعد بمجالسكم. احنا الله عليكم وعلى امريكا وعلى ايران وعلى قيس الخزعلي وعلى عمار الله حكيم وعلى من خان القضيه. بس احنا شو نقول؟ بس شيء واحد نقول، عندنا شباب وعندنا نساء وعندنا اطفال، وهي هذا العراق. لا المعممين ولا شيوخ العشائر ولا الدجالين. الساعه اخواني منتهيه والله، صاغطه الخضراء ومنتهيه وما باقي شيء. ثم ثانيا انه اللعين تراب صدر قرار يوم 15 يضربون اللعين عادل مهدي اللا مهدي، اللي خان الناصريه وهو بالناصريه، والمالك اللي خان كربله وهو ابن كربله، وعمار اللي خان الكوت وهو ابن الكوت. تدرون لو ما تدرون؟ مع العلم هذول عدلتهم. والله انا عمري 70 سنه ما بيهم ولا واحد مولود بالعراق، بس مجرد الجناسي كلهم اولاد هتليه ايرانيه فارسيه. لعنت الله عليهم، من على ابو ايران لا ابو امريكا. انا على ابو ايران لا ابو امريكا، انا ابو ايران لا ابو امريكا، انا على ابو ايران لا ابو امريكا، انا على ابو ايران لا ابو امريكا، انا على ابو ايران لا ابو امريكا. احيي راعي القناه اللي يرفع الصوت، احيي راعي الكاميرا اللي يرفع الصوت. كذا من قال عندنا بالنجف مرجعيه؟ عندنا بس السيستاني يحكي، وهم الحكي ماله مو مضبوط 100%. وعندنا اخو انسحب وعاف القضيه. الما نشتكي بس الله وللمهدي. نقول اسمع 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 اسمع، تنومس والله تنومس، هاي جنودك مهدي نيت، تنومس والله تنومس، هاي جنودك مهدي نيت، تنومس والله تنومس، هاي والله اللي صار الشغل اللي صدم مع المتظاهرين، مو المتظاهرين اللي صدموا مع الشغل. احنا ناس قاعدين في ساحات الاعتصام زين، وهاي الثوره ثوره تمثل سيدنا ومولانا ابي عبد الله الحسين، هذا واحد. وهاي الناس اللي طالعه كلها طالعه قضيه حسينيه ترى، لا اكثر ولا اقل. وهاي الناس هي اللي تمثل امام الحسين، مو هم اللي يمثلون امام الحسين. اللي صار هاي شغل صدم المتظاهرين، احنا ناس خاصه الكوت بالله العظيم. زين هذا شوف هذا رصاصه، والحسين هذا مطاطي. زين هو هذا المطاطي من يستخدم غير اسرائيل؟ ثلاثه ثلاث شهداء. زين وغير اللي ما حد يعرف بعده بالمستشفيات، احنا هناك ثلاث شهور شفنا جانا صادم معهم، واللي بالمستشفيات ما نعرف عنه. يا الله اليوم صارت مناوشات بين الشغب وبين المتظاهرين من الهوره على اساس سدوا المدرسه، انهم تعرضونا بالرصاص الحي وطاحوا عندنا جرحى هواي، وهسه ثلاثه حالتهم خطره بالعنايه المركزه بمستشفى الزهراء، طلق رصاص حي بالراس. يعني ليش هيك يصير؟ ليش؟ هاي شوفوا ليش هيك يا قياده الشرطه تواسط؟ ليش؟ ليش مو ابرياء ذولا مو سلميين؟ الرصاص الحي ما يستخدم ضد المتظاهرين. يعني طمع مو شلون ما كان صار بواسط، يعني بطلقات حية بالقنابل الدخانية وما صار يعني. وزين وكل هاي كسباير، وثلاث شهداء طاحوا واثنين دعموهم بسياراتهم من اجوا وبقوهم بالقاع وراحوا. يعني هذا كفر، ظلم ظلم. هذول ذيول ذيول ايران، ذيول ايران ذولا مو عراقيين. زين هم بأسلحتهم الجبناء الخونة والأحرار بأيديهم وبأصواتهم الجبناء هذول. ليش؟ ليش هذا بلد آمن؟ بلد عراقي شبابه قاعد، ليش الشباب الحلوة هاي راحت؟ على شنو؟ على شنو؟ على شنو يعني؟ طونا فد شيء مختصر حتى نصير وياكم، شنو يعني؟ سلمية كلكم ذيول اسرائيل، امريكا، ايران. اليوم ذول ذيول ايران جاي يهجمون علينا بالطرق الحي، وليس بالطرق الغير حي، بالطرق الحي. استشهاد ثلاثه واصاب اكثر ما يقارب 17 نفر، بس ما بنعود هزيمتنا. احنا كشباب عندنا هزيمه، لازم نحقق ارادتنا وتسقط هاي الدوله ان شاء الله، ونجي لاخواتنا بالناصريه وببغداد. ما نعوفهم، ناخذ حقهم من قواهم من الموت. وذول ذيول ايران ثانيتهم يرجعون لإيران،
ذول مو عراقيين، ذول اخوانا. اللي صار اليوم سبب هو كل الدوام، العالم اغلب العالم يعني شلون مثل مع الاضراب مع اضراب الدوام. القوات الامنيه جايه تتحدى العالم بان لازم يصير دوام، لازم ينفرض مثل الدوام وترجع العالم للدوام، على مو شنو؟ على مو تفشل هاي الثوره. لذلك هسه العالم يشوفها اغلب العالم طالعه بان هاي التظاهرات ضد الدوام، ما تريد دوام، تريد حد ما تحقق مطالب الشعب، يلا العالم ترجع للدوام، ترجع احنا خريجين تخرجنا، شنو اللي حصلنا؟ ها صار 4 سنين من الامال حتى وثيقه التخرج ما رحنا طلعنا، وهذا الجيل الجاي نفس الشيء بالاعدادي. اي اكو شهداء، ثلاث شهداء اليوم وجرحى تقريبا 17 جريح، تقريبا 13 هذا طلق قدامكم، طلق حي امان، هاي طلق حي، الدخانيات، العالم راحت كلها 3/4. شنو ذنب هاي الشباب؟ شنو ذنب هاي العالم اللي جاي تروح تستشهد؟ شنو ذنب هاي العالم اللي جاي تروح جاي تستشهد؟ شنو سبب؟ غير كل العالم تريد مثل النظام طلعت من القار اللي عالم هسه اغلب الشباب ما بجيبه فلوس جيجاير، يعني فلوس جيجاير ما جاي يطلع، شو تسوي؟ وين تروح؟ لذلك لجت ساحات مظاهره طالب تريد حقوقها من السياسيين الفازين. كل العالم جاي تعمل، هاي الاحزاب جاي تعمل للدول الباقيه، ما جاي تعمل تخدم ابناء الشعب. ساعة واحد قمت طلقة براسي وثمانية برزي، شو ذا مو هاي الشباب راحت؟ شو ذا مو حجي؟ عشان مو قاعد والبحر قاعد، بقيت أغلق بين التقاطع ومكافحته وياه، وقت شوف مراهي قليل اليوم طلع الصباح عليهم، شو ذا مو هاي الشباب راحت؟ وما نتراجع، ماكو حكم ما تبقى، لا احنا لا هم ماكو قائد يطلع فورا يطلع القائد، ما شهداء وقعوا جرحى وقعوا، ما نستاهل الجرحى ما شهداء رمي حي هاي شهداء الشباب كلها وقعت اي والله ما نستاهل الا ماكو ما تقل لا القائد ما يبقى هذا طلق الحي هذا طلق الحي هذا المطار هاي الرمال على شنو؟ احنا نطرق العلم وما نتراجع، ماكو حكم ما تبقى، لا احنا لا هم ماكو قائد يطلع فورا يطلع القائد، ما شهداء وقعوا جرحى وقعوا، ما نستاهل الجرحى ما شهداء رمي حي هاي شهداء الشباب كلها وقعت اي والله ما نستاهل الا ماكو ما تقل لا القائد ما يبقى هذا طلق الحي هذا طلق الحي هذا المطار هاي الرمال على شنو؟ احنا نطرق العلم. ثاني شيء اللي يقولون على الكوت الدجاجه البيضاء، هاي الدجاجه البيضاء شفتوها اليوم ايش سوت؟ شفتوا هاي سوت الكوت؟ هاي زلمه الكوت، هاي زلمه شوفوا والله ما نطيها، احنا وياك الناصريه وياك البصره وياك عماره وياك بغداد، ما نطيها وما نرجع والله العظيم، هنا لو نستشهد شوف لا اقول لك عاد يدعمونا باكل وشرب، احنا ندعم نفسنا واحنا اللي قالوا علينا الدجاجه البيضاء خليهم يسمعونا، هاي الدجاجه البيضاء صار كل شيء صار، قنع ويردون يحرقون الخيام وشهداء وجرحى وكل شيء كل شيء بما يحمل عقله كل شيء صار بالكوت اليوم، دخانيات شهداء طاحوا كل هذا، احنا ما نرجع والله العظيم ما نرجع، احنا قاعدين على حق وعلى حق ما يطلع ما يرجع، واحنا ما نرجع واحنا اهل الكوت، وخليهم يقولون عند الدجاجه البيضاء ما شنو على هاي كلها زلم وعلى كلها زلم وسبعه ما نصير جماعه تطيح احنا بدالهم، يقولك عساتر يطيحون احنا نروح بدالهم، وجباتهم عاليه ومتونسين رب الونس الحمد لله والشكر. اليوم الصاب بالكوت يا دون يحرقون الخيم والاعتصامات فوق كل هاي، يجي ويقتل واحد يستشهد الواحد هنا، وهالشوفه كلها الشباب كبيرة كل عباس 500 دينار بجيبي، وانا ثاني واحد على واسط بقسمي صار له 4 سنين ما متعين متخرج من الجامعة، وهاي الطلاب كلها طلاب، وحتى الما متعين لازم يشدوا الهاتف ويطالبون بحقوقه، تعال انت تشتغل غذائية ما عندك كاملة، صحة ما عندك كاملة، كل شيء ما عندك، نقص كل الخدمات مو بس واسط وكل المحافظات، وواسط هاي تشهد لها والوقفة لها، وما العود هنا الواسط ما تتحرك وما هاي، لا هاي شباب واسط كلها موجودة ان شاء الله، بس هذول السياسيين هذا ابو العدس يبيع ابو حكيلي، وهاي سالفتهم خليها تولي، احنا ما نساهم لا ابو حكيلي ولا بنص كيلو عدس. تصعيد السلمي مالتنا كل من شايل علم وطالع الضاري طالب بابسط حقوقه، احنا طلاب
يجبرونا على الدوام. اكو ناس قاعد فتحت المدارس شويه عزلته قاعد يجبرونا على الدوام. اليوم احنا ما داومنا، اليوم طلعنا احنا مظاهره سلميه. هاي الشباب كله رمي حي رصاص حي قاعد يرمون، شهداء وقعوا عندنا، عندنا جرحى هواي وقعوا هواي، هنا صوتيات رمانات اشكال والوان دبوا علينا. خوف الله على هذول الشباب قاعد يطولنا بمشي ويعالجون بينا، وبعض هذول شويه اسعاف قليله موجوده ولو قاعد يساهمون. هذول قاعد الرمي هنا الضابط قائد الشرطه قاعد يقمع بالمتظاهرين، قمع 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 بالمتظاهرين، رمي حي، وقعوا شبابنا هنا، اجوا سياراتهم هنا حتى سحقوا على المتظاهرين، سحق طبوا هاي التيارات وهي موجوده هنا كلها تشهد هاي المتظاهرين. خلي يشوفون هاي العالم كله قاعد يشوف شباب عطاله بطاله، احنا طلاب قاعد انا اطلع معدل اليوم سقط المتظاهرين. والله هم مو قاعد هسه كافه كافه موجودين، بس الجرحى هواي هواي جرحى وقعوا عندنا. هسه احنا قاعد نشوف هاي الجرحى وناس قاعد توقع رمي بالواشرات بالمطاط بالصوتيات، وحي هاي الحي موجودة، هاي عندي صور بتليفون اذا تحب اراويكم. هاي احنا قاعد نريد نراوي العالم، احنا هسه متضامنين ويا اهل الناصرية ومنتظرهم على احر من الجمر نطلع وياهم البغداد، وان شاء الله ان شاء الله نسقط الحكومة ان شاء الله. يقولون سلمية وما ما نرمي على المظاهرات، وهذا هسه اجى قائد الشرطة يقول احنا ما رامين. زين ذني من رماهن؟ احنا رميناهن ولا واحد بيده سلاح، بس هم بيتهم اسلحة. ظلوا يرمون رمي حي وصابات، يعني مو واحد واثنين، كوما شالوا بالستوتي كوما، وهذا واحد من يمهم، هذا صاحبنا ضربوا مطاطيات واستشهدوا أربعة، وهذا طلقوا يقولون احنا ما رامين عليكم، ما هي أسرع حولهم الوليد ويريدون يطلعونه، وعن يمن عود عيد اريد نطلع الوليد، اجوا رموا علينا، نقولوا ماكو دوام، يقولون احنا شالنا بالدوام، وهم كفوا اهل الدوام حتى يداومون الطلاب، وهذا طلب. هزموا على المتظاهرين، والمتظاهرين سلميين كانوا، والرمي صار كل حي كل حي الرمي، من ضمنهم ذني ومن ضمنهم ذني، كل رمي حي، كل امر قائد، القائد يقول احنا ما منطين امر، لعد مين ماخذين الامر اذا ما منطين امر؟ قابل يرمي بكيفه؟ هاي اللي احداث صارت بالكوت وموته هواي، وبالمستشفى كلش هواي شهداء. زين لو لا ثلاثه لو اربع شهداء انطينا، اللي صار بس مجرد قالوا لهم ماكو دوام، وخالفوا ذلك وضربوا المتظاهرين، والمتظاهرين كانوا كلها سلميين، وضربوهم وودوهم. هذا الرمي قدامكم، يقولون ماكو رمي، قائد القوات المسلحه ما منطي رمي، هذا العاد شنو هذا؟